إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة بإذن الله، وجعلها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله عز وجل، حيث أمرنا في كتابه العزيز قائلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أما بعد، عندما تمر علينا آيات الله سبحانه وتعالى ونتلوها آناء الليل وأطراف النهار، وعندما تمر علينا أحاديث المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، فمن الناس من إذا مرت عليه آية ينظر إلى ما لتحت تلك الآية من معاني، ثم بعد ذلك يفندها حتى إذا ما فندها وعلم ما فيها من خفايا ترى ذلك القلب الذي بين جوانحه قد اهتز، لأنه علم بأمر لا يعلمه كثير من الناس. وعندما نقرأ سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، تلك الأحاديث التي تمر علينا وكأنها لا تمر علينا، من الناس من يأخذها فيطبقها يومين أو ثلاثة أيام. ومن القصص التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أمور عجيبة غريبة، ولكن والله إذا نظرنا إلى ما بين السطور لتبين لنا أمراً، ذلك الأمر غائب عن كل ابن آدم. سوف نطرح حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم ونبحث ما فيه من خبايا وسط تلك السطور التي سطرها الحبيب صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي يا رسول الله. يقول الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وهذا الحديث عن صهيب، وهذا الحديث في مسلم، وكثير من الناس قد قرأوا هذا الحديث، وكثير من الناس مروا عليه، وكثير من الناس قد سمعوا تلك الكلمات التي سطرت في الكتب، إن كان في البخاري أو كان في مسلم أو في أي مسند صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان ملك، وهذا قبل عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قرأنا عن أحوال ذلك الملك لرأيناه قد عاش في اليمن. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان ملك وكان له ساحر. عندما نقول هذا الكلام كثير من الناس يقول: يا شيخ أنا أفهم هذا الكلام وأعلم بذلك الحديث. كان هناك ملك وكان له ساحر، فقال له الساحر، وسبحان الله رب العالمين، كل ملك طاغية يضع تحت يديه من السحرات ما يشاء. وهذا أمر ليس ببعيد، إن كان في زمان مضى أو كان في زمان القادم أو كان في زماننا هذا. وقد كبر ذلك الساحر في السن، فطلب من الملك قائلا له بأن تأتي إلي بغلام حتى أعلمه السحر. وهذا أمر سبحان الله رب العالمين إذا نظرنا إليه نعلم بأن أهل الباطل يريدون أن يورثوا باطلا، يريد غلاما كي يعلمه السحر حتى إذا ما أتى إليه بالغلام. فكان يعلمه السحر، وبعد ذلك يرجع إلى أهله حتى إذا
الساحر فقل حبسني أهلي، أي أهلي أخروني. وإذا ذهبت إلى أهلك فقل حبسني الساحر. ومرت تلك الأيام، حتى في يوم من الأيام والغلام هذا يسير، وإذ بدابة قد قطعت الطريق، فنظر الغلام إلى تلك الدابة وقال: ها هنا أريد أن أعرف أو كان الساحر على حق أم الراهب على حق. فحمل بيده حجرا ثم قال: إذا كان الراهب على حق فاقتل تلك الدابة، وإذا كان على باطلا فالساحر أرجح. حتى إذا مضى تلك الدابة فماتت، فرجع إلى الراهب يحدثه عما حصل، وإذ الراهب يقول له: لك شأن كبير، ولكن لا تخبر أحدا بهذا الأمر. وهنا سبحان الله ننظر إلى شيء ما، صغارنا عندما نريد أن نربيهم على أمر ما نجد فيهم الطاعة ونجد فيهم اللين، ولكن إذا كبروا عن ذلك السن الذي يتلقى به الأمر الصحيح فلا حول ولا قوة إلا بالله. صغير السن في التأديب يرجى ولا يرجى تأديب الكبير، الكبير لا يرجى منه تأديب. حتى إذا ما قال: إذا كان الراهب على حق فاقتل تلك الدابة، حتى إذا ما رمى الحجر فقتلت الدابة، فتيقن كل اليقين بأن الراهب على حق. فقال له الراهب: إن لك شأن كبير، ولكن إذا ابتليت فلا تدل علي، ولك ابتلاء، سوف يكون لك ابتلاء ولكن لا تدل علي. وكان سبحان الله يشفي الأبرص والأكمه، وكان يشفي من جميع سبحان الله أي داء وجد على هذا الأرض، وإذ بجليس الملك وكان ضريرا يسمع ذلك الغلام. فذهب إليه فقال له: أنا سمعت عنك كذا وكذا وكذا وأريد أن تشفيني. فقال: إن الله هو الشافي، ولكن أريد، وإذا أردت أن الله يشفيك آمن برب الغلام. قال: من هو؟ قال: ربي وربك. فآمن ذلك الرجل حتى إذا ما دعا دعوة ذلك الغلام شفي ذلك الجليس وهو جليس الملك. فسمع الملك بهذا الأمر. يا إخوان عندما نتكلم بذلك لا نروي قصة، وإنما نبحث بين السطور بارك الله فيكم. فقال له: يا رجل كنت أعمى وقد شفيت. فروى عليه القصة. فقال له: من هذا؟ فلم يجبه على ذلك السؤال حتى إذا ما عذب، فاعترف ودل على الغلام. وإذ الغلام يحضر عند ذلك الملك فيقول له: من علمك هذا؟ الراهب سبق أن جاء أن قال للغلام: لا تتكلم عني ولا تقل ولا تدلهم علي، ولكن بعد أن عذب دلهم على الراهب. حتى إذا ما أمسك بجليس الملك فشق نصفين فوقع شقيه على الميمنة والبيسرة، وأوتي بالراهب حتى إذا ما شق نصفين. ويا إخواني لما نتكلم بالأمر هذا ونقول شق نصفين، الأحداث حاليا تجري مثلما نطق بهذه الكلمات في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: في أيامنا هذه تطبق كل كلمة قالها الحبيب صلى الله عليه وسلم. وقد عينا بأم عيننا هؤلاء في بورما أمر نقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حتى إذا ما قال الغلام قال له: تدع ما أنت فيه وكيف أنت شفيت الناس؟ قال: ما شفاهم إلا ربي وربك. قال له: أو يوجد إله ورب غيري؟ قال: نعم، ربي وربك هو الله. فها هنا غضب الشر، وإذ بالغلام بذلك الملك يأتي بحاشيته ويأمره بأن يأخذ ذلك الغلام فيرموه من أعلى جبل. وإذ بهم يأخذون هذا الغلام إلى ذلك الجبل، وإذ بالغلام له صلة بالله، فقال: يا رب اكفني إياهم. وإذ بالأرض ترتجف حتى إذا ما سقطوا، فرجع ذلك الغلام ماشيا إلى ذلك الملك. حتى إذا ما راه الملك قال لهم: ما الذي أتى بك؟ قال: دعوت الله فالله سبحانه
يعني مكان لصيد السمك، شبك لصيد السمك. فقال ضعوا الغلام فيه وارموه في نصف البحر حتى إذا ما أخذ الغلام ويريدون أن يرموه به في وسط البحر، وإذ بالغلام يقول ربي أكفني إياهم، وإذ بالله سبحانه وتعالى يغرق تلك السفينة في وسط البحر ويرجع ذلك الغلام ماشيا إلى ذلك الملك. فاسترب ذلك الملك فقال له أنت حاليا لا تستطيع قتلي، ولكن أنا أدلك على أمر ما حتى تستطيع أن تقتلني. هذا اليقين عند الله سبحانه وتعالى. ونحن دائما نتكلم عن العقيدة السليمة، والعقيدة السليمة لا تأتي من فراغ، وإنما تأتي من أمر انصب عند ذلك القلب الذي بين جوارحنا، حتى صارت الصلة بيننا وبين الله لا تهزها أي هزة في وسط الأرض، ولكن في وسط الأرض يوجد هزات خفيفة إذا ما هزت قلوب الضعفاء من الإيمان ركنوا إلى الشيطان والعياذ بالله. فقال له ما هي طريقتك؟ قال اصطبني على جذع شجرة ثم أتي برمح وقل بسم الله رب الغلام، وقبل أن تفعل ذلك اجمع الناس واحشدهم في ذلك المكان حتى إذا ما أمر الملك بحشد الناس في ذلك المكان، وإذ به يسد سهمه ويقول بسم الله رب الغلام، فرمى السهم وإذ بالسهم يأتي في صدر الغلام فمات الغلام. هنا الفطنة وهنا الذكاء وهنا الفطنة الإسلامية البحتة. ما قال له قل كذا واقتلني، وإنما قال له اجمع الناس وقل بسم الله رب الغلام وبعد ذلك تقتلني. فمات الغلام، ومن كان حول الملك في ساعتها كانت الرعية بأكملها فقالوا آمنا برب الغلام. قال أتؤمنون به؟ قالوا آمنا برب الغلام، ولولا رب الغلام ما قتل الغلام. فحفر خدودا ورمى الناس فيه وأضربت النار في تلك الأخاديد حتى إذا ما أراد أن يرمي بامرأة تحمل طفلها فتزعزعت واهتزت، فنطق ذلك الطفل قائلا وقالوا هذا الطفل من أحد الذين تكلموا في المهد. فقال اصبري يا أماه، اصبري يا أماه. فصبرت فرمى بها ورمى بالجنين في ذلك الأخدود حتى مات. نريد أن نتكلم، الخطبة لا تصع بأن نتكلم بصورة منفتحة والوقت يدهمنا، ولكن نريد أن نقول ما هو الشيء الذي نستفيده من هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم روى لنا قصة، تلك القصة التي رواها الحبيب صلى الله عليه وسلم، عندما نقرأها ماذا نستفيد؟ عندما نقرأ تلك الكلمات التي نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاها الصحابة بقلوبهم قبل آذانهم. وإذا أردتم أن تنسفوا إلى أمر ما فلا تتلقوا تلك الأمور بأعينكم أو آذانكم، وإنما تلقوها بتلك القلوب التي بين جوانحكم. فإذا اهتز ذلك القلب فأبشر بخير، وإن لم يهتز فأبشر بأن الله سبحانه وتعالى يقول لك يا ابن آدم زد في طلب ذلك. الأمر الأول يا إخواني ما نستفيده من الحديث، الباطل يريد أن يورث باطلاً حتى يبقى إلى أبد الدهر. الأمر الثاني، وكما قلنا إذا أردنا أن نربي أبناءنا لا نربيهم وهم كبار، وإنما نربيهم وهم صغار حتى إذا ما عودوا على شيء ما طبع في قلوبهم. لا تذهب إلى ابنك وقد بلغ عمره 18 أو 20 وتقول له صلي، ما بديتها في أول الأمر تبكيها في آخر الأمر. إذا رأيت ابنتك قد شبت وأصبحت في ينعوت شبابها سبحان الله رب العالمين، فها هنا فكر هل إنني إذا حميتها من الشيطان سوف تحمى أم لا؟ الأمر الثالث، من كان عقيدته سليمة وقلبه متصل بالله سبحانه وتعالى فلا تهزه أي هزة على وجه الأرض ويبقى ثابتا على الحق.
حاليا أئمة المساجد في أي أرض يذكر فيها اسم الله سبحانه وتعالى قد وضعوا تحتهم حاشية تعصي الله أثناء الليل وأطراف النهار. أريد أن أقولها ولا أخاف في الله لومة لائم. أقيمت البدع في مساجدنا حتى إذا ما أردت أن تقطع بدعة وتضع مكانها سنة رفض الجميع. لماذا هذا الرفض؟ أنهم تعودوا على باطلا وتربوا على باطلا. وسبحان الله رب العالمين، هنا يأتي الامتحان لك يا ابن آدم، يا من كانت عقيدتك سليمة مع الله سبحانه وتعالى، بأن تكافح وتبذل كل الجهود حتى تقلع تلك الأمور التي تربى عليها الناس. فيخواني أنا نهيت الخطبة، أنا تكلمت عن أمر ما، فمن أراد أن يصيد المعنى قد صاده، ومن أراد أن يستفيد من الحديث فقد استفاد. ولكن والله هذا الأمر لا يكفي بأن يكون خطبة، ولكن سبحان الله رب العالمين، عندما تكلمت مع أخونا بلال بالتليفون سبحان الله رب العالمين، فقلت له الأمر كذا وكذا وكذا، فقال يا شيخ الله يجزيك الخير اخطب هذه الخطبة، لأن كانت الخطبة تنقل على الهواء مباشرة سبحان الله رب العالمين. فيخواني أريد أن أنصح نصيحة قبل أن أجلس، أريد أن أنصحكم نصيحة ثم أجلس بعد ذلك، الوقت لا يسمح لنا بأن نطيل في ذلك حتى لا أطيل عليكم. النصيحة بارك الله فيكم، قبل أن تفعل أي شيء في الدنيا انظر إليه، لا أريد أن تنظر لي بعينك، هذه العيون أغمضها ثم اصغي لي بقلبك، ذلك القلب الذي الله سبحانه وتعالى جعله بين جوانحك وأنت مسؤول عنه. لا تتحرك أي خطوة في تأدية عبادة إلا تتأكد يا ابن آدم بأن عقيدتك خالصة لله، وإن لم تكن عقيدتك خالصة لله سبحانه وتعالى فلا تبشر بخير، لا تبشر بخير يا حبيبي. العقيدة أولا، وبعد ذلك ينفتح الباب إلى مجرى. قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر الذي نريده، لا نريد أن نتكلم بكثرة ونجلس على المنابر ونقول قال وقال وقال والناس لا تستفيد شيئا، وإنما هذا الأمر الذي أنا أريد أن أشير عليه إخواني بارك الله فيكم، نريد أمر أن يتوزع بين أبناء المسلمين، بل نقول رجال المسلمين، بل نقول نساء المسلمين، بل نقول شباب المسلمين وبنات المسلمين. من منا التفت إلى نفسه وقال أريد أن أتعلم عقيدة الإلوهية وعقيدة الربوبية وعقيدة الأسماء والصفات وعقيدة الولاء والبراء؟ أربعة أمور إذا تعلمناها فلنبشر بخير، أما إذا كنا بعيدين عنها نسأل الله العفو والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين، استغفر الله. Assalamu alaikum, brothers and sisters. Many hadiths of the Prophet sallallahu alaihi wasallam passed by us all the time without affecting our lives due to our reluctance in reflecting deeply on the meaning of those hadiths. However, brothers and sisters, if we have only stopped and pondered on the meaning of those hadiths, we would be able to get a lot of khayr and goodness. Most of us just read the words and we don't really seek, or we don't read between the lines of those hadiths, or even we don't see the hidden messages in those hadiths. Today, we will be pondering and analyzing hadiths of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, which most of us have probably read or heard before. These hadiths have a very great meaning which affect our lives if we follow its message. This hadith was narrated by Muslim and was reported by Suhaib. May Allah be pleased with him. This hadith narrated as follows.
Suhaib, may Allah be pleased with him, reported that the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said, there lived a king before you. I mean, before the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And the Shaykh who said, probably was in Yemen. And he had a court magician. And he, meaning the magician, grew old. He said to the king, I have grown old, so send me a young boy in order to teach him magic, meaning black magic. The king sent him a young boy to serve the purpose. And on his way, meaning to the magician, the young boy met a monk to whom he listened and liked. It became his habit that on his way to the magician, he would meet the monk and sit there and would come to the magician late. The magician used to beat him because of his delay. He complained about this to the monk, who said to him, when you feel afraid of the magician, say, members of my family detained me, meaning they hold him late, something like that. And when you fear your family, say the same thing to your family, the magician detained me late. It so happened there came a huge beast and it blocked the way of the people. And the young boy said, I will know today whether the magician or the monk is better. He picked up a stone and said, O Allah, if the way of the monk is dearer to you than the way of the magician, bring about death to the animal so the people be able to move about freely. Sorry, brother and sister, I didn't need my glasses, so you have to bear with me. He threw the stone at it and killed it, and the people began to move about freely. He then came to the monk and told him the story. The monk said, son, today you are superior to me. You have come to a stage where I feel that you would be soon put to a trial. And in case you are put in trial, do not reveal me, meaning the monk. The young boy began to hear those born blind and the lepers, and he in fact began to cure people from all kinds of illnesses. When a courtier of the king would have gone blind heard about him, he came to him with numerous gifts and said, if you cure me, all this thing will be yours. He said, I myself do not cure anyone. It is Allah, the Exalted, alone who cures. If you affirm faith in Allah, I shall also supplicate to Allah to cure you. The courtier affirmed his faith in Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah subhanahu wa ta'ala cured him. He came to the king and sat by his side as he used to sit before. The king said to him, who restored your eyesight? He said, my Lord. Thereupon he said, do you have another Lord beside me? He said, my Rabb is your Rabb, is Allah. So the king kept torturing him until he revealed the young boy. The young boy was thus summoned to the king and said to him, oh boy, it has been conveyed to me that you have become much proficient in your magic, that you cure the blind and the lepers, and do you do such and such and such? The king said, the boy said, I do not cure anyone. It is Allah alone who cures. And the king took hold of him and began to torture him until he revealed the monk. The monk was summoned and it was said to him, you should turn back from your religion, but he refused. The king sent for a saw, placed in the middle of his head and cut him into two parts. Then the courtier of the king was brought forward and it was said to him, turn back from your religion. He too refused. Then he placed in the midst of his head and he was torn into two parts. Then the boy was sent for him. It was said to him, turn back from your religion. He refused. The king then handed him over to a group of courtiers and said to him, take him to such and such mountain
make him climb up to the mountain. When you reach its peak, ask him to renounce his faith. If he refused to do, push him to his death. So they took him and made him climb up to the mountain. And he said, O Allah, save me from them in any way you like. And the mountain began to shake, and they all fell down dead. And the young boy came walking to the king. The king said to him, what happened to your companions? He said, Allah has saved me from them. He again handed him to some of his courtiers and said, take him and carry him in a boat, and when you reach in the middle of the sea, ask him to renounce his religion. If he does not renounce his religion, throw him in the water. So they took him and said, O Allah, save me from them. The boat turned upside down and they all drowned except the young boy, who came walking to the king again and said to him. The king said to him, what happened to your companion? He said, Allah has saved me from them. He said to the king, you cannot kill me until you do what I command you to do. The king asked, what is that? He said, gather all the people in one place and tie me up to the trunk of the tree. Then take an arrow from my quiver and say, with the name of Allah, the Rabb of the boy, then shoot me. If you do that, you will be able to kill me. The king called the people. In an open field, the young boy to the trunk, he tied the young boy to the trunk of the tree. He took out an arrow from his quiver, fixed in the bow, and said, with the name of Allah, the Rabb of the young boy, and then he shoot the arrow, and it hit the boy's temple. The boy placed his hand up on the temple where the arrow had hit him and died. The people said, we believe in the Rabb of this young boy. The king was told, do you see what you were afraid of? By Allah, it has taken place. All people have believed. The king then commanded that trenches be dug and fire lit in them, and said, he who would not turn back from his, meaning the young boy's religion, threw him in the fire, or he would be ordered to jump into it. They did do so until a woman came with her child. She felt hesitant in jumping into the fire. The child said to her, meaning there was a toddler in her hand, she was carrying a toddler, O mother, endure this ordeal. For you are on the right path. And what brothers and sisters you can get from this hadith is the obvious, what is actually behind hadith. And the Sheikh Hussein actually, a couple of messages you can get, but there's a lot of messages within this hadith. And the benefit of this hadith are, first is the corruption and the wickedness do not have any control over mental reasoning and management capabilities. This is why people of evil refer to magicians and black magic in general. Second, people of evil are looking for someone to inherit them so that the evil continue to exist. Meaning, you know, when you get a young boy and stuff like that in the hadith. The discipline and the wisdom is coming from the young person, remember that. The heart of the servants are under the control of Allah. He guides whom he wants and he leads astray whom he wants. The dunya is the place for reflection and testing, and that's so true. Allah Almighty says, and whom who are unjust than those who prevent the name of Allah from being mentioned in his mosques and strive toward their destructions.
It is not for them to enter than accepting fear. For them, in this world, is disgrace, and they will have in the hereafter a great punishment. There is no one who is worse than someone who stops the mosques from functioning and tries to distract it. And this also includes stopping Muslims from entering Allah's houses. Allah's houses were not built except for His worship and for implementing the Sharia. Allah Almighty says, the mosques of Allah are only to be maintained by those who believe in Allah and the last day, and establish the prayer and give zakat and do not fear except Allah, for it is expected that those will be on the rightly guided. And the Sheikh said also, we need to free our belief, our dogma, from all the innovations and etc. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من نبي بعده محمد بن عبد الله وعلى آله ومن دعا بدعوته وصار على نهجه إلى يوم الدين. بارك الله فيكم. ونحن أتيناكم من مسجد جرينوي. أنا إمام مسجد جرينوي. في مسجد جرينوي بارك الله فيكم نقع في محنة معينة، حتى أصبح بأن المسجد مدين، يعني المسجد مطلوب كهرباء ومطلوب ماء، يعني مسجد رب العالمين، بيت الله مدين عند عباد الله. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. أناس لا يريدون مساجد الله أن تعمر، أناس يريدون مساجد الله أن تغلق، يقفون خارج المساجد ويتكلمون بأمور يطعنون بها بيت الله وعباد الله. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله وباليوم الآخر. لا أريد أن أطيل عليكم. المسجد في حالة حرجة، وما يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. فإخواني بارك الله فيكم، لا يعمر مساجد الله إلا عباد الله، وليس أي عبد من عباد الله، بل من زاهد بالدنيا وعلم بأن هذا المال الذي بين يديك هو أمانة في عنقك، إن أديته كما أمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم فأبشر بخير في الدنيا والآخرة، وإن أبيت وقبضت تلك القبضة ولا تريد أن تنفقها في سبيل الله فأبشر بخسارة في الدنيا وفي الآخرة. أنا آت إليكم وكل رجاء بأن هذه العيد التي تنفق في سبيل الله لا نريدها أن تقبض، بل دائما نريدها مفروضة، لأن ذلك المال عند الله سبحانه وتعالى. أنفق بلالا ولا تخف من ذي العرش إغلالا، الحسنة بعشر أمثالها والله يضاعف لمن يشاء. بارك الله فيكم. صندوق الدنيشن بالخلف مكتوب عليه جرينوي. لا نريد أن نصدر من عباد الله، ولكن نريد أن نعلم بأن عباد الله لحد الآن قلوبهم متصلة بالرحمن ومتصلة ببيوت الله. فإن كان قلبك غير متصل ببيت من بيوت الله وتريد إغلاقه، فلا تضع اليوم أيدك في جيبك وتخرج دولارا أو دولارين، يسوى عند الله قد يكون جبل أحد. لا أريد أن أطيل. إن لبيب بالإشارة يفهم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. واقم الصلاه. الله اكبر.